في إدارة الفنون في لقاء مع فنانين معرض قلمنا الدولي هذا البحر دي اللي يقام لأول مرة خارج فلسطين. وسيادنا كمان نستضيف يزن الخليلي اللي هو فنان وقيم ومحد منظمين معرض في فلسطين. مش هطول عليكم معرفكم بس على الفنانين الموجودين عنا، ناقصنا اثنين. أول شيء محمد شخديح اللي هو زميل أصلا كان في إدارة الفنون وفنان، جهاد العامري، رائد إبراهيم، يزن خليلي وهاني عبقر. ناقصنا معاوية بنجس وصبع الناب الموجودين خارج البلد، إضافة إلى عدنان يحيى. بلش أول مع يزن، ممكن أقدم لنا شيء بسيط عن التعاون مع مؤسسات من خارج فلسطين وعن المعرض بشكل عام. كثير غريب صوت المايك. مرحبا، انا يزن الخليلي، وجديد عم بلشت اعرف حالي كمدير مركز خليل السكاكين، تطوعا مهمه هاي، واكثر من شغله كمان، يعني منها بدرس بجامعه الاوكسفورد وب فن وحركات زي هيك، فأكثر من شغلة يعني بالمجال الثقافي والفني على مستوى الإنتاجي والسياساتي للمؤسسات. وبسعدني كثير أكون بإدارة الفنون بعمان، وشكرا للدعوة، خاصة إنه حواج بالمايك كثير صوت، خاصة إنه وهذا أحد أتخيل العلاقة الغريبة بين الضفة والأردن، اللي هي في عالم دائما بنقول إنه كأن الأردن هي مسافة بين الجسر والمطار، يعني دائما بنمرق في مرور سريع بصير بعمان، بخدش الواحد فرصة إنه يلتقي مع أقرانه بالحركة الثقافية بالأردن، واللي هي زي عندنا بالضفة كمان حركة فيها نشاط معين مرتبطة بالسؤال السياسي والسؤال الفلسطيني بشكل جاد، يعني فسعيد بانه الواحد يقضي اكثر من 4-5 ساعات تبعون المطار، يعني يقضي مثل 4 ايام. فشكرا على الاستضافه، وهي شغله رح ابلش من شغله دائما مع فكره عم نسال عليها بالمعنى الاسم، لانه واضح انه ليش قلندي الدولي؟ ليش اسمه قلندي؟ هو سؤال بيأكد على هذا البعد، على عدم معرفة الجمهور خارج فلسطين بشو هي قلندي. فقلندي هي بالأساس قرية فلسطينية قديمة جدا، يقال فيها آثار رومانية. أنا كنت مجمع مجموعة الكازيم على قلندي، في خلدون بشارة هون هو معانا بالستيرينج كوميتي، إذا تكذب ما تحكيش شيء خلدون، بس مش بالمصر بس أكذب بقول آه. فقلندي هي أحد القرى الشهيرة يعني القديمة في فلسطين، واللي على أراضيها أقيم مطار القدس، يعني اللي كان كمان يتسمى مطار قلندي بفترة معينة بعد النكبة بال 48 على أراضي قلندي كمان أنشئ مخيم قلندي، اللي هو مخيم تابع إداريا للقدس. مطار قلندية، وبعد المطار انشئ مخيم قلندية، واللي ببداية الانتفاضة الثانية انشئ حاجز قلندية. فنوعا ما قلندية كاسم اللي هو بيجي جنوب رام الله شمال القدس، هو صفة في تراكمات الصراع والتاريخ والكارثة النكبة الفلسطينية متراكمة من خلال هاي التحولات والتغيرات المكانية والجغرافية والسياسية اللي صارت. فالاسم كيف انتقل من اسم القرية لاسم المطار، اسم المطار اللي انشئوه البريطانيين، يعني
لاسم المخير لاسم الحاجز. وهو كمان فصل احد يعني فصل القدس كمان عن امتدادها الطبيعي في الضفه يعني سكرها وصار وصول القدس لا يتم بمعظم الحالات الا من خلال حاجز قلنديا واللي صار بدك تصريح وبدك تنظيم والى اخره. فاسم قلنديا والاختيار اسم قلنديا اللي كان نتيجه كمان حوارات مختلفه شو يكون اسمه، هل يكون فلسطين مهرجان فلسطين الدولي كلمه مهرجان يعني سؤال شو بنسميه مهرجان ينالي الى اخره. فاسم قلنديا اجى من باب ابراز التراكمات ومشى الاسم وصار اسمه قلنديا الدولي. وهي النسخه الثالثه منه. فاول نسخه صارت ب 2012 احد يعني صار في لحظه معينه هي تخيل بدايه يناير هو وجيروسالم شو على ابواب الجنه عملوا مع بعض اول جوينت بروجكت مشروع مشترك بال 2012. هلا خلال القرار انهم يشتغلوا عليه مع بعض صار في كمان ولما لا مسابقه الفنان الشاب اللي كمان بتصير تقريبا بنفس الوقت اللي بتنظمها مؤسسه القطان، ولما لا دعوه كمان يكون السكاكين، ولما لا يكون ولما لا نتوحد كمجموعه مؤسسات عم تشتغل في الضفه تقريبا مبدئيا يمكن كانت في رام الله والقدس يعني مبدئيا بدايه النواه يعني لا اولا لا ضروره الحشد وترتيب يعني تقدر اعلاميا انك تجذب ميديا اتنشن وسائل اعلام زيادة متوحشين وسائل إعلام أكثر تقدر أو اهتمام إعلامي أكثر تقدر تحشد طاقات المؤسسات وبتقدر من أهم الأشياء اللي عم نواجهها في المشروع في قطاع فلسطين تقدر تحشد الإمكانيات المالية اللي هي عم تصبح تشح وتشح وتشح للأسف وعم تصير في أقل موارد مالية تسمح بإقامة نشاطات كبيرة الحجم. فمعظم نشاطاتنا عم تكون صغيرة مركزة على منطقة واحدة على مجموعة واحدة المؤسسة أو المجموعة بتعمل مشروعها وبختفي في ميمعان الأخبار يعني اللي بتطلع من فلسطين. فبال 2012 صار أول بداية ممكن نهاية 2011 بداية 2012 لماذا تتوحد هاي الجهود كلها في مهرجان صار اسمه فيما بعد قلنديا الدولي. يعني تخيل مش حافظ اسماء الجميع ولكن الحوش في القدس البلديه جامعه بيرزير في مؤسسات تدخل وتروح يعني مش فرض لازم على الجميع وانما صار بالعكس مع الوقت صفت المؤسسات المجتمع بتحب تكون جزء منه وبهم هذا التجمع وهذا العمل الجماعي بالحرب الثقافيه. ب 2014 الجزء الثاني طلع شيء اسمه كمان قلنديا انكاونترز اللي هي لقاءات قلنديا اللي كان دورها مش بس التركيز على الجانب الفني البصري وانما كمان على الاسئله والحوارات الثقافيه المرتبطه بالثيمه او بالمشاريع العامه. فبلش قلنديا انكاونترز اللي كل مؤسسه وهذه يمكن هون بس نقطة مهمة انه هي في ستيرنج كوميتي لجنة موجهة من جميع المؤسسات ولكن كل مؤسسة كمان بتعمل مشروعها لحالها يعني في بصير اجتماع يقرر فيه البنود الأساسية الثيمة امتى يكون البرنامج المواد الإعلامية مين يكون مدير المشروع واللي في حالنا هذه كان المرة الثانية فجر حرب اللي يعني عمل جهود جبارة كل مؤسسة تدفع مبلغ تشيب مبلغ
بسيط او معقول يعني مش حياة كلش بسيط حسب المؤسسة. لا يعني مش اشتراك وانما كمان الضرورة لانشاء قدرة على تطلع منشورات، تطلع كتالوجات، في فريق عم بيشتغل اعلاميا الى اخره. ففي الستيرنج كوميتي وفي المؤسسات، كل مؤسسة تنتج مشروعها هاللي مرتبط بالثيمة الأساسية. فثيمة هاي السنة مثلا هي العودة والشعار هو هذا البحر الغيري، فكل مؤسسة بتقدر تقرر منفردة وبحرية مطلقة كيف بدها تتجاور مع هذا الثيمة والعنوان العام بدون فرض من أي حدا من تدخلات، وإنما بيكون مشاركة. يعني في مشاركة في لحظة معينة بنيجي كلنا بنقول شو عم نعمل من باب المعرفة، يعني من باب المشاركة. وبتتم دعوة صحفيين وإعلاميين من الداخل ومن الخارج لتغطية هذا الحدث. ف 2012 2014 وهي السنة 2016 هاي السنة اللي بميزه وهميته هو إنه لم يقتصر قلمي الدولي على ضفة وغزة فقط أو ولا حتى الداخل، لأنه من 2012 2014 كان في امتداد للداخل 48 مرة من خلال مؤسسة الناصرة، ومرة والمرتين الماضيات مع خلال جمعية الثقافة العربية. هاي السنة طلعنا برا حدود فلسطين الجغرافية، ولم ننظر إلى فلسطين فقط كجغرافيا وإنما كمان كوجود إنساني، وجود للفلسطينيين خارج بالشباب يعني خارج الأرض المحتلة. فكان في عمان، في بيروت، وفي لندن، كان في عمان في دار الفنون، في بيروت في دار النمر، وفي لندن مع مجموعة بارت على ما أعتقد يارا الشريف وناصر بعرفش إيش إذا سمعتني شو. فهذا الامتداد كمان ضروري بهاي اللحظة بتاريخ القضية الفلسطينية وتاريخ الصراع أو النضال الفلسطيني، لأنه عم بيصير نوع من تجميع للحركة الثقافية الفلسطينية بالوقت اللي عم بيصير فيه نوع من التشرد الحقيقي الجغرافي والسياسي في القضية الفلسطينية. يعني إحنا بواب وغزة بواب والداخل بواب، وسياسيا طبعا يعني المخيمات الوجود الفلسطيني بلبنان الله يعني الله يعينه على اللي هو فيه، والعمان كمان عم يبعد اكثر والى اخره. فهذا يعني زي ما جاء واحد مره بقول يعني اللي عم نعمله بقلنطي الدولي هو اللي مش عم تعمله منظمه التحرير حاليا. يعني ممكن ستيتمنت شوي كبيره بلحظه نشوة معينة، بس في شيء مضبوط من روعتنا انه للاسف يعني في داون سكيل هي تصغير للمشروع الفلسطيني ليصير فقط مشروع السلطة الفلسطينية، ولم تعد في مظلة اوسع قادرة تجمع المشروع الفلسطيني العام اللي هو بالنهاية مشروع واحد واساسي ليوحدنا كلنا مشروع نضالي. فواحد بس يحكي من نضالي بلاش على البدن فكر عن جد صح. ففي هذه في هاي الخصوصية لهذا المعرض. يعني ديك يعني احنا هلا في عنا بالضفة وزير ثقافة معين بسيس اللي هو مش معين سوري اسمه إيهاب بسيس اللي يعني برأيي عم بيمثل نوع جديد من الوزراء اللي ممكن يكونوا موجودين على الساحة الفلسطينية، اللي عن جد بقول بالنهاية إذا في إشي ضروري مثلا بوزارة الثقافة الفلسطينية أو عندها قدرة مش قادرة تعمله أي وزارة ثانية، اللي هي إنه فيها تحكي برا الحدود النهائية الضيقة للسلطة الفلسطينية. ويعني وهذا الإشي صحيح لأنه كمان المؤسسات الثقافية الفلسطينية قادرة تحكي برا النطاق الضيق
للمشروع السياسي تبع السلطة ولا إن كان بغزة وإن كان بالضفة يعني. فمن هون بيجي ضرورة أهمية هذا المعرض في تبع قناة الدولي في دار الفنون على سبيل المثال. أحكي كثير؟ لا بالسبب؟ في هذا الكتالوج كتالوج عيون السون فهذا الكتالوج هو يعني يمكن واحد من حجمه بده يعرف حجم النشاطات هو باللغتين الانجليزيه والعربيه فيعني احد الشغلات اللي يعني الواحد بيقدر يطلع مش عارف خارطه يعني نوعا ما كده نحط خارطه العالم عشان نهجي وين قلندي الدولي موجود يعني إن كان في لندن في نقطة واحدة في مجموعة نقاط اللي هو في لبنان والضفة طبعاً الضفة هي غزة الضفة القدس والتحم ورام الله والبيرة وأيضاً غزة وأيضاً هذا الكتالوج جبت لكم 20 نص طيب طيب حوقف هون كانتروداكشن او كمقدمه على شو كانت قلندية الدولي هاي السنه وافتح الحوار او النقاش اللي او لا كنا نحكي عن الثيم شوي يعني كونكم كثير منكم ما يكون فلسطين ففي يعني هاي السنه الافتتاح كان بلش من حيفا وعمان غزه لندن وبين كان الحدث الافتتاحي الاساسي بحيفا وانما لازم واحد شوي هلا الجدول الافتتاحات كان طويل هاي السنه يعني في افتتاحات في اول يوم افتتاح كان ب 5/10 ثلاث افتتاحين ب 6/10 افتتاح ب 7/10 افتتاحين او ثلاثة ب 8/10 9/10 وبعدين 11/10 يعني بمعنى ثاني كل مؤسسة بتقدر تفتتح مشروعها في إلى اليوم في حدث افتتاحي هلا كل حدث افتتاحي بتفتتح معرض فمثلا معرض اهل البحر كان بحيفا وكان هناك كمان الحدث الافتتاحي الاساسي اللي تم نقله على يو ستريم شيء هل يعني وكمان في عمان كان قدرته تشوف مباشر وافتتاح المعرض طبعا هو كان ب 5/10/1 ونفس الشيء في بيروت ب 5/10 يعني كان الافتتاحات موجوده على خارطه اوسع من مجرد افتتاح واحد في مكان واحد وتلا مجموعة افتتاحات إن كان في بيرزيت مؤسسة لواء أو جامعة بيرزيت اللي عملوها متحف بيرزيت بالتعاون مع أكاديمية الفن معرض المدن بخد مركز خليل السكاكيني كان افتتاح معرض جمانة عبود بافتتاح اليايا أو مسابقة الفنان الشاب في دار الصارع في رام الله افتتاح مثلا ايش دخل مياه مع حق العبد؟ كل مؤسسة تجاوبت يعني مع سؤال قدموا شيء له علاقة بالدين كل واحد عمل تأويل للثيم الأساسية العودة ب يعني ممكن نحكي شوي عن شو صار كمان بالعلاقة بين الثيمة والعنوان في نوع ما في مرات العنوان أكل الثيمة ومرات الثيمة رفضت العنوان يعني أو مش رفضت بل إنك ولكن جنبته يعني يعني بين الثيمة اللي هي حق العودة والعنوان اللي هو هذا البحر اللي فمن قصيدة محمود درويش لأنه صار عليه هيك خرج حدا انه ليش سميتوا البيت بدون ما تذكروا اسم الشاعر فكل مؤسسه خلق عملت
تأويلها للسيمة أو للعنوان بطريقتها الخاصة. يعني على سبيل المثال في مؤسسة المعمل في القدس الكيوريتر كانت فيفيان زيلر وعملت مجموعة أعمال منتشرة يعني 22 عمل على المنطقة تحت عنوان Before and After Origins قبل وبعد الأصول. فالحديث كان عن هي كيوريتر أسترالية وعزمة فنانين فلسطينيين وأستراليين وأبوريجينال أستراليين يعني أستراليين أصليين لكمان في صف النقاش على موضوع معنى الأصالة أو الأصولية عارفش إيه فرق اللغة الأصالة بس مش من الأصالة من ناحية الأصالة العرامة بس الأصل والسؤال عنها وكيف ممكن الأصول والأصولية الأصلانية فمثلا هذا معرض كان في القدس مركز خليل السكاكيني عملنا كان في معرض سولو شو معرض فردي لفنانة جمال عبود والكيوريتر كانت لارا خالتي وكان الحديث كان الموضوع عن اسمه المعرض يا بحر يا حوت لا تاكل قمرنا وهو عن الآبار والعيون المسحورة والمسكونة في الجن بفلسطين اللي الفنانة جمال عبود اتبعت مواقعهم ويعني اشتغلت على المواقع الحكايات اللي صدرت يعني كالآبار والعيون التي لا يمكن الوصول إليها بفلسطين واشتغلت على محاولة العودة إلى هاي المواقع وعملها هو عمل طويل يعني من 2011 عم تشتغل عليه على القصص والمواقع اللي صدرت او سلبت او دمرت نتيجه الاحتلال والنكبه والى اخره. ففي حين في مشاريع اخرى كانت اكثر مباشره بسؤالها عن موضوع البحر زي بحيفا اهل البحر اللي عزم مجموعه من الاعمال والفنانين اللي اشتغلوا على ثيمة البحر باعمالهم الفوتوغرافيه. هون مثلا تخيل في كمان استجابه للعنوان اكثر من الثيمة فالشغل كان عن البحر. ممكن هاي الفرصه نسال لماذا؟ فممكن بلش من انه نسال قبل الضغطي خلينا نرجع نتعرف على الفنانين واقترح ان بلش بمحمد لا ممكن محمد عشان يشرح لنا كمان على دور التنسيق اللي صار مع كولومبيا كونه موجود بالدار اضافه الى شغله اللي العرب بعمان وحيفا. مساء الخير انا محمد شبيه من الفنانين المشاركين وانا هيك انا مساعد مديري. اول شيء بندخل في دائره الفنون ومشاركتنا في هولندا بهذا الجزء اللي كنا فيه في هولندا عن الشباب. دائره الفنون دعينا سبع فنانين من اصول فلسطينيه مقيمين في عمان لانتاج اعمال تحت ثيمه رئيسيه هذا البحر لي هاني عبد الرحمن بالتقديم شهر العامري عدنان يحيى وصباح الناب واخيرا انا محمد شبيه. كانت الاعمال اللي تقدمت كل حدا من الفنانين تناول البحر او تناول العوده او تناول حلم الوصول للبحر بطريقه مختلفه عن الحد الثاني. كان عندنا هاني ممكن اعطي هاني يحكي شوي عن شغله بعدين برجع بحكي عن شغله. بحكي عن موضوع الشغل. أول شيء بالنسبة للشغل كانت فرصة كبيرة بالنسبة لي دعوة الفنون لهيك مشروع جديد تماما علي وفكرة جديدة وحرفيا تقريبا أخذت فكرة البحر يعني شاعر محمد دبوش اختصر ببساطة موضوع البحر يعني هو لما ذكر هذا البحر لي هو ذكرنا بالجميع إنه صح في بحر لي لانه كان ذهن مشغول بموضوع الاحتلال والى اخره بس البحر كان جزء كثير مهم.
فكان شغلي عبارة عن إنه أخذت ركزت على هاي الجملة بالموضوع البحر تماماً، إنه شو يعني البحر لي؟ يعني أنا أخذتها كمان شخصي، يعني نفس الكونسبت إنه أنا كمان شو البحر بالنسبة لي. فكان عبارة عن تخت قديم شوي من الخمسينات تقريباً هو معمول، كمان لفت نظر إنه من الخمسينات إنه هاك شوي يعني قبل فكرة الاحتلال والاحتلال والأجريب. فكان ببساطة زي قطعة حلم، فكرة إنه هذا البحر لي، يعني كله تغطى بالأزرق، مادة تغطى بأزرق مادة بلاستيكية لإفكت الصوت، بس ما ضبط إنه نعمل هذا الإفكت الصوت لأنه بس حركة البلاستيك بعطي الإفكت كتير قوي. بالإضافة إنه عملت أنا ما عم بدخل فلسطين للأسف المحتلة، بس إنه إحنا هلا بـ 2016 بدي أدخل فلسطين. فكان ببساطة انعمل أعمال حوالي 6 أعمال عن يافا وعن المدن الساحلية من جوجل إيرث، حسيت إنه ممتاز بقدر أجاوب بقدر أطير هناك زي ما تقدر تحكي مع صاحبك في بلد العالم سكايب، فكنت أدخل فلسطين. فيا ببساطة فدخلت على جوجل إيرث وحسيت إنه أوكي بقدر أكون هون، بقدر أرسم هاد، بقدر أرسم هاد، وفهمت التجربة بالنسبة لي. إذا ننتقل للأستاذ عدنان يحيى، هو من أكبر الموجودين حياً، يمكن عاصر حتى المدارس الفلسطينية في تكوينها. حكينا عن الشغل اللي موجود وعرض في قناة الدولية. لا أول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حاب أحكي عن تجربتي بشكل مختصر يعني بشكل سريع شوي. بجوز في الطرف الغربي بيعرف شو يوصل في الدول العربية، بجوز بها في شو يوصل. إحنا في الأردن هو عندنا مشكلة، شو بدك توصل، شو بدك تعمل؟ يعني هو بقول عن البحر، إحنا لا بحر ولا أرض، يعني لما نيجي نشتغل ما بتعرف تشتغل على المحيط فيك، على الحروب اللي بتصير عندنا هون، ما بتعرف تتناول أي موضوع يعني بحقق موقف للفنان. إذا رسمت عن سوريا تحس حالك متعب، إذا رسمت عن فلسطين تحس حالك إنك بعيد. ايش بدك تعمل؟ ايش بدك تشتغل؟ حتى تصل للفنان، الفنان هو موقف، بدك تعطي عمل فني حقيقي يعيش مئات السنين حتى يوثق على اعتبار انه في كان فنان يشتغل بالاردن له علاقه بالقضيه الفلسطينيه او له علاقه بالقضيه العربيه بشكل عام. هلا مشروع كولومبيا كثير كويس انه في ناس بتناولوه في خطاب هاي الحروب مجنون، الحروب اللي ما لها عبثية، حروب عبثية ما بنعرف كيف نشتغل عليها. تتناول أي موضوع بتحس حالك إنك أنت بعيد عن قلندية، بعيد عن القدس، بعيد عن ريحة. طب في الأخير أنت فنان بدك تنتج عمل فني حقيقي. الإنسان محور العملية. أنت في الأردن هنا أي موضوع تتناوله بتحس حال انه بعيد عن الهم العربي او الهم الفلسطيني، بعيد كثير. هلا كيف بدك تتناول انت بشكل صحيح؟ كيف بدك تتناول حتى الناس تحس فيك انك انت قريب من الفلسطيني والعربي؟ القضيه الانسانيه الموجوده عند كل واحد فينا معروفه، يعني ما يعني المعاناه الحقيقيه الموجوده عند السوري وعند العراقي وعند وعند الفلسطيني وعند الأردني معروفة، بس كيف تتناولها؟ هل تتناولها مثلاً بشكل مثلاً رمزي؟ هل تتناولها بشكل سريالي؟ هل تتناولها بشكل تعبيري؟ كيف نتناولها؟ مشكلة حقيقية كبيرة، في تطور للفن في العالم، أنت بتكون جزء من هالعالم، مش بعيد عن العالم. يعني فلانيا مشروع فلسطيني حقيقي كويس إنه نتناوله بهاي الوضعية حتى يعني نوثق جانب من هذا او من هاي المعاناه الحقيقيه اللي بعيشها الانسان او الفنان بشكل عام. ما بعرف اذا في اي سؤال ممكن واحد يسالني. يعني عدنان انت من الفنانين الوحيدين اللي بعرفهم من 40 سنه عم تشتغل عن فلسطين. نعم. وعبرت من خلال عملك عن فلسطين. نعم. بطرق واضحه ومختلفه. نعم. يعني رسوماتك صبرا وشتيلة الكل بيعرفها،
في الأعمال المقدمين هون في عندك عمل أنه عامله من زمان عن حقوق الإنسان والصدفة أنه عملته يمكن في 2000 وشي في البحر والأشكال الجسم اللي متقطع وغير فأنا بقى الأشلاء فبقول الأشكال سوري الأشلاء فهذا عبرت عنه حتى قبل ما يكون في قرنطين نعم صحيح وبعدين 48 ضحكت تبعت 48 بتعبر عن لا هو سؤال يعني بعد 2011 الحرب اللي صارت في سوريا بتحس الفن الفلسطيني صار جانب اخر يعني بعد 2011 الحروب اللي صارت في سوريا كثير ضغط على كل المعاناه الانسانيه اللي كان عملت العراق قبل كمان نعم عملت عن العراق يعني انت عم بتشارك فلسطينيا وعربيا هي نعم هي الحروب في سوريا توهنا ضيعنا يعني مش عارفين احنا شو نعمل كفن بالعالم انت مع مين بتقف مع مين في معاناه حقيقيه في سوريا يعني دمار مش طبيعي في سوريا طبعا في العراق وفي ليبيا وفي يعني احنا لا حتى تسمح لي عدنان انا اللي اخترت الاعمال هاي اللي من المجموعه الخاصه تبعتنا لانه بتعبر عن النكبه من اعماله القديمه من الاكل من 2000 بتعبر عن النكبه وبتعبر عن موضوع له علاقه بكولومبيا والبحر اللي عن حقوق الانسان اللي هو الرمز تبع انه في النهايه حقوق الانسان في البدايه حقوق الانسان فلسطين شكرا استاذ ننتقل للدكتور خياض العامري تشرح لنا شوي عن تعاطيك المختلف شوي مع مختلف بالنسبه لكولومبيا بس يعني موضوع مختلف كمان لشغلك بشكل عام فلنديا على اختيارك على هذا الكونسبت واشكر هيكني بحب اني اشكر اداره فلنديا على هذا الكونسبت اللي يعني اثارته وثورت المخيله ثورت هاجس الاحلام الداخليه عنا لخلق عمل فني أقرب ما يكون إلى رحلة باتجاه فلسطين وباتجاه البحر كما أشكر دائرة الفنون لربطها يعني أنا باعتقاد الشخصي دائرة الفنون بهذا المعرض هو عبارة عن حبل سري ربطت قلب عمان وهي قلب عمان نابض بالثقافة والفن إلى قلب فلسطين بالنسبة لي عملي الفني هو عبارة عن رحلتي الشخصية وهي رحلة أقرب إلى أحلامي سيما أنه مسقط جسمي كان في الأهوار الشمالية بقرية نائية اسمها القليعات بمحاذاة نهر الأردن ومقابل سبعة وبيسان وطبرية وهذه القرى الفلسطينية كنت أتأمل منذ الطفولة هذه المدن من أعالي الجبال من قريتي وكان هذا المشروع هو عبارة عن تثوير لجهاز الطفل فتأملت ماذا سأفعل بالطفولة زمان كنا لما نطلع على الشباب كنا نشلح الأحذية ونمشي مين اللي عنده قدرة تحمل على المشي حافي على الجبال فمن هون أخذت هذا الكونسبت شلحت حذائي ودعست على الكانفاس وأخذت البصمة تبعت قدمي ووضعتها في عملي الفني من عمان باتجاه غور الأردن نهر الأردن إلى القرى الفلسطينية التي يتم محوها ويتم قدمها يوما بعد يوم من الاحتلال الإسرائيلي
سيما أن بعض المدن الفلسطينية قد تم محوها تماماً من أسمائها، جردوا الأسماء. تعاونت مع صديق لي بأن يحضر لي رمل من شواطئ حيفا ويافا حتى أستجلب البحر وأستجلب زرقته في أعمالي الفنية. الرمل اللي موجود أمام أعمالي الفنية وهي عبارة عن ميكس ميديا برينت ميكينج، طباعة يدوية مركبة من الودكت والشنكولي والسلك سكرين. الرمل اللي موجود واللي أنا وطأت عليه هو عبارة عن رمل عكا، وكنت سعيد جدا وأنا أدوس على رمل عكا في عمان، فهو كان البحر كأني كنت على البحر المتوسط على بحر فلسطين، وكانت أشبه بالحلم وما زلت أمكث في هذا الحلم. شكرا. شكرا جهاد، أخذ المايك معك. رائد إبراهيم، تحكينا شوي عن الشغل اللي عالج اللي أخذ المشروع أو الثيمة تماما لناحية أخرى تماما اللي هو بعمان يطفو. أول شيء صار بحكي بعد شهادة كثير شاطر بالحكي هم كثير مضبوطين. بدي أحكي عن شغل تاني. أول شيء أول مرة بنتبه إنه الواحد لما يقعد يحكي لما يكون بالنص بصير الموضوع شوي مزعج. شيء تاني إنه ما في طابلة قدامنا فمش عارف أنا بدي أحط إيدي وجاي. فهي مشاكل تكون الواحد ما بيفكر فيها قبل ما يواجهها. بتشبه معضلات إنتاج عمل فني لما يعطوك عنوان ويقولوا لك اشتغل هيك، بتكون مرات حل، بتكون فرصة لأنه الواحد يحرك مخيلته مثل ما حكيت ويعمل شيء، لأنه مرات الواحد رسام أو فنان وبده ينتج بس مش عارف شو بده يعمل. يعني فكرة شو ننتج هي معضلة كبيرة بالنسبة لمنتج العمل اللي هو شغلته يطلع منتج. مش دائما بيكون القريحة حاضرة للواحد يطلع عمل على مستوى الحدث، مش دائما بيقدر يكون مخه يترتب ويستحضر مثل ما حكي جهاد ذاكرته أو طفولته أو حتى فهمه للقضايا ويتبلور بعدين بعمل منجز. بالنسبة لي كانت الفكرة موجودة من قبل بشكل ما، بس من وراء دعوة فلانديا تحفزت لأشتغل وجرب أكثر وتحول العمل من شيء لشيء آخر أو من طريق لطريق أو من طريقة لطريقة. لا الطريقة كانت نفسها بس من شيء لشيء. اللي بدي أقوله هون إنه بقى بالشغل هو الفكرة تبعه، انه الشغل على الماده وعلى التفصيل الصغير. التاويل كثير واضح، يعني ما لما نكون قراب من الحدث قراب من المشكله ومش عم تخلص. فلسطين ما عمرها 200 سنه وبدنا نقعد نتجلى على موضوع حق العوده او البحر وغيره. والاحداث اللي عم تصير حتى بالمنطقه هلا كثير قريبه لدرجه انه ما في مجال الواحد يكون شاعر تجاهها. من هون ببعد عن الشاعرية وبقرب أكثر من المباشرة. وبنفس الوقت بما أني بنتج عمل فني بجرب كون أشتغل بحرفية وما كنت ويكون في شيء من المباشرة ما تقلل من شأن المنتج بحيث أنه ما يكون مباشر بشكل أنه يلغي العلاقة التفاعلية بين المشاهد والعمل. بس فطلع الشغل، الهم بالشغل كان على المادة، على الشفافية، على مكان الجسم ما بين أنه يطفو على السطح يغوص يعلق بالوسط أو يختفي بالقاع، بس
بهالمكان ما عم يختفي، كله عم نقدر نشوفه ونشوف المراحل تبع بالضبط سقوط طبعا او الغاء بهالاشكال الاواني او المستوعبات او اللي عم بيكون موجود فيها. بس شكرا. اخر شيء بننتقل لمحمد وعمله لسمك الخليل. يا سمك الخليل، الفكرة بدأت بال 2010. بدأت لما زرت الخليل وكان في صديق من بيت المنشأ أخذني في جولة في البلد القديمة في مدينة الخليل. صورت تقريبا 4 ساعات فيديو، ومن 2010 ل 2016 وأنا أفكر بهدول الأربع ساعات شو مصيرهم، كيف راح يطلعوا. لحد بشهر 5 2016 صادفت إنه حدا من بيت المنشأ كامل عارض سمك مصنوع بالخليل للبيع على الفيسبوك، وهذا السمك نتاج مصنع لجده انتج هاي الكميه من السمك في نهايه الثمانينات بدايه التسعينات، وسكروا المصنع بعد وفاه الجد ووفاه ابوه، وهو بطل بحاجه هذا الشغل ومش مهتم بهذا الشغل، فكان طارح هاي المجموعه من منتجات المصنع للبيع وكان من ضمنهم السمك. فانا اهتميت بالسمكات بدون ما اعرف ليش لحد ما ساوي سمك الخليل. بعد مفاوضات وصلت السمكات لعمان، اشتريت السمكات سوا في عمان، وبدأت افكر كيف بدي اطلعهم. فبطريقه او باخرى وبمشاورات وحكي مع اصدقاء كثير منهم احمد، وصلنا لسمك الخليل، انه هذا السمك بده يحكي عن بحر الخليل اللي هو مش موجود. بدأت الاشياء تتطور لحد ما اجى السمكات وقت انهم ينعرضوا بحيفا، فقرروا السمكات يهاجروا مرة ثانية من عمان بعد ما اجوا من الخليل، يرجعوا لفلسطين مرة ثانية، يرجعوا لحيفا عشان ينعرضوا في أهل البحر في حيفا. صار الجزء الأكبر من السمكات في حيفا والجزء الثاني في عمان. بعد هيك تحدثت أنا وست سهى، وافقت إني أعرضهم في عمان، شكراً إنها وافقت إني أعرضهم في عمان. صار الجزء الثاني من السمك في عمان، الجزء الثاني من مثل الخليل، بيحكي معي بياء المنشي صاحب المصنع او ابن صاحب المصنع، بيقول لي محمد بدي كرتونه ثانيه من السمك، مهتم فيه ولا ابيعه؟ قلت له لا مهتم فيه بدي اجيبه. فالسمك راح من الخليل لحيفا بعدين رجع لعمان. فالسمك صار بطريقه او باخرى يعني يمثل الهجره الفلسطينيه اذا كانت لداخل فلسطين او لخارج فلسطين. والطريقة اللي انعرض فيها السمك والطريقة اللي تعالج فيها الموضوع هي بتحكي عن موضوع الفلسطيني بشكل خاص، والإنسان اللي ترك بيته ووطنه اللي انوضع أو وجد في بيئة غير بيئته ويستنى أن يرجع لهذه البيئة أو لهذا الوطن أو لهذا المحل في يوم من الأيام. فهي فكرة سمك الخليل باختصار. شكراً. طيب بدنا نحاول نشرك الجمهور هلا إذا في حدا عنده أي أسئلة أي مداخلات؟ نتلي. مرحبا. يعطيكم العافية. بليز بس كنت بدي أسأل، مش عارفة يزن، أنت اللي كنت عم تعمل coordination بين الفنانين عشان الإكزيبيشن؟ هون؟ لا. بس. انت كنت انفو عشان انا بس سؤالي هو انا كنت حابه اعرف عن البروسيس انه كيف اشتغلت يعني أوكي. كيف صار مثلا من الاول للاخر بس هيك دقيق من الاول للاخر لا بس انه قصدي يعني لا بس انا يعني انا حكيت بس يعني كنت انا كمان شوي حكيت كثير قبليها وطولت المواضيع يعني كيف اشتغلت كيف قررت انه هو اشتغل هو انه في لجنه أساسية ستيرنج كوميتي اللي بتجتمع كانت صار سنة ونص عم تجتمع بتجتمع مرة بالشهر بتتكثف لحتى تقرب للمعرض يعني بصير كل أسبوع من كل يوم من كل نص ساعة من كل دقيقة يعني بتتكثف الأرض فهي اللجنة بتقرر بالبدايات تقريبا شو الثيمة إمتى الافتتاح ومين المؤسسات المشاركة أو شو التوجه
هي يعني هي مش يعني بس يخلص الرد الدولي ما فيش شيء لجنة يعني ترجع تجتمع بس يقرب يعني للقضايا الدول اللي بعده فيش جسم فيش مؤسسة اسمه مؤسسة قانون الدول. سوري عم بقطع مش هذا سؤالي مش عارفة إذا كنت سؤالي أو أنا يمكن ما كنت كثير شو علاقة؟ ليش أنا؟ لا أنا كيف أنت البروسس صار بينك وبين الفنانين؟ دول؟ ما فيش ما في؟ ما في يعني أنا مثلا أنا من ممثل هو أصلي بس أنا تقول مثلا أنا في علاقة بيني وبين خليل السكت مؤسسة خليل السكتيني والفنانين اللي اشتغل والفنانات اللي اشتغلت بخليل السكتيني ف يعني بس أنا قصدي كيف إنه الفنانين اللي بالأردن بعمان كيف يعني كل واحد اشتغل لحاله ولا كان في ميتة يعني شو هو بداية كان في اجتماع يعني شو صار مثلا كان في بريف أو يعني إنه بداية زي ما قال يزن كلنا اشتغلنا تحت ثيمة قلنديا اللي هي العودة وبعدين اختصارا وتحديدا البحر كان في اجتماعات في دارة الفنون مع الفنانين التقينا أكثر مرة وكان في تواصل مستمر مع الفنانين عن شو عم يفكروا شو عم ينتجوا شو عم يشتغلوا يعني كان في تصور كامل عن المعرض كيف تركب المعرض قبل ما يصير المعرض موجود مع الفنانين كل واحد لا لا معنا احنا هون في دارة الفنون انا بدارة الفنون انا بالاساس بدارة الفنون وانا من فريق قلندية بدارة الفنون وفنان اوكي بس في اتش تاني واضح اوكي سو لا بس انا ما كنت فاهمة انت يعني كان الالتباس بدا من عندي انا بس قصدي انه كيف كان البروسس يعني شو زي ما قلت لك في بداية لما يعني بدينا نتعاون مع قلندية الدولية واتفقنا على التفاصيل اللي كانوا هم محضرينها ومجهزينها من الأساس دعينا مجموعة من الفنانين وحكينا معهم بهذه الخيمة بعدين بدينا نشتغل صار في اتصال مباشر وفي تطوير مباشر يعني كنت بين فترة وفترة بتواصل مع الفريق شو عم بيصير معك شو عم بيطلع نحكي بالشغل لحد ما كان المعرض جاهز يعني كان في شيء معين مبالغ انا سؤالي كان شغلتك كان في شيء معين مبالغ لا هو الخيار امتلك للفنانين لينتجوا اعمال ضمن الثيمه حسب يعني حسب هم رؤيتهم لهي الثيمه وحسب تساؤلاتهم الشخصيه ومطلقاتهم الشخصيه لانتاج هاي الاعمال ما بقدر انا كمؤسسه جهه منظمه لهي الاعمال انه افرض على الفنان ايش ينتج عمل او كيف لازم ينتج العمل هذا من ضمن حريه الفنان بطريقته بانتاج عمله ورؤيته للعمل. سؤال ثاني؟ اي سؤال او مداخله؟ طب لبنى على فكره مرات محمد يعطيكم العافية كلكم وإشي كتير حلو صراحة شفناه بس أنا سؤالي على أي أساس بتم اختيار المؤسسات اللي بتشتغل مع قلنديا يعني أنت بتقول إنه هاي أول مرة قلنديا بتطلع برا فلسطين على أي أساس كنتوا تختاروا المؤسسات اللي بتشتغلوا معها والسؤال الثاني إنه هل بسيتني عشان هل المؤسسات هذه لها حرية تامة هل هي تطلع بالأوتكمز أو نتائج الفنية اللي بتطلع الأعمال ولا بيكون في تنسيق خلال التحضير لل يعني هل انتوا بتقولوا لهم والله هي الثيمة وزي ما قال محمد بس بنترك للفنان حرية هو شو يعمل ولا بيتم التنسيق معكم انه والله احنا عندنا هذا الواحد اثنين ثلاثة اوكي اولا مين المؤسسات تخيل كثير مؤسسات حكينا معها وفي مؤسسات يعني انه حطينا لستة مين مؤسسات تشتغل بالثقافة مؤسسات فلسطينية او مرتبطة بالثقافة الفلسطينية خطبنا مع يعني بعدنا لكثير مؤسسات وهاللجان اشتغلنا معهم ما كانش في انه ناس انه لا هذا بدناش وهذا بدنا يعني اوكي مثلا حكونا مرة سفارة فلسطين ابصر فين المملكة مش هذا اللي عم نبحث عنه عم ندور على مؤسسة تشتغل بشكل مباشر بالثقافة مش عم تستخدم الثقافة طريقة يعني ملتبسة شوي. فدارة الفنون يعني بالأردن كانت يعني إشي محسون يعني ما باللحظة اللي
قالوا ما كان في لحظة ردوا إجابة عن إيمان ما كان في نوع من الشك في الموضوع. ناحية حرية المؤسس في العمل يعني إن كان في الأردن أو في رام الله يعني ما فيش تدخل حاسم بإنه والله لا هذا اللي عم تعملوه مقبول أو مش مقبول. في ثيمة في اتفاق عليها وفي مؤسسة نؤمن ونعتقد إنها عارف شو عم تعمل كعملها الثقافي، فبالتالي مش فيش دور رقيب او دور موجه من الستيرنج كوميتي تبع قلب. يعني بالنهايه احنا مش بس بصيروا مش بس اللي عم يتلقوا الثيمه وبعمل بتصير جزء من الستيرنج كوميتي يعني من اللجنه الموجهه، وبالتالي هن جزء من يعني اداره الفنون كعلى سكاي. يعني احنا ممكن كفلسطينيين كنا نستخدم التكنولوجيا لا بطرق يعني كثير متقدمه لانه يعني الشعب الفلسطيني عايش على 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 سكاي، يعني اجتماعات دائما في سكاي ومش سكاي ونيو ستريم ومش نيو ستريم والى اخره. بس ف يعني اداره الفنون كانت بالستيل فهي بتقرر بالثيمة بتقرر بالتوجه كمان او على اي مدى ممكن دخلت متاخره شوي يعني كانت الثيمة صارت مقررة، وإنما كيف كتابة هاي الثيمة شو اللغة المستخدمة هنا جزء منها. فالمعرض هاللي قلت هون هو يعني بحرية مطلقة من المؤسسة، ولكن كجزء كعمل مرتبط بتوجه العام تبع القلم الدولي ما فيش هذا الانفصال يعني. مظبوط. في سؤال عندي. انت خشيت يا زلمه. ماده سهل يا زلمه، انا كل يوم بشرح. لا سؤالي لدارة الفنون، ليش استثنيتوا غير الفلسطينيين في من الفنانين انهم يشاركوا بهذه الثيمه؟ اول ما سمعت الاشي استغربت، لانه عن فلسطين تجاوزنا كل الحدود، في فنانين استراليين، في فنانين بريطانيين، في فنانين كل المحلات شاركوا بالثيمة، لانه هذا البحر لين يعني، وثيمة حق العودة عملها بتصير شيء انساني كبير يعني، مش بس الفلسطينيين مهجرين او مش اللي بدهم يرجعوا. هذه واحدة سؤال لدارة الفنون. وسؤالي للفنانين، اذا حدا بيقدر ياخذني بتجربته، قديش كانت هاي التجربة مؤلمة او مفرحة، او يعني بتحل مشاكل مزمنة داخل الفنان؟ ممكن محمد يجاوب على السؤال الاول. صار كثير سؤال، طيب هو ليش كنا فنانين فلسطينيين زي ما قلت حضرتك يعني حق العودة؟ فلما فكرنا بحق العودة انه ما حدا راح يقدر يعبر عن هذا الشيء الا حدا عم يحلم بحق العودة، فممكن من هذا الباب يعني كان اختيار فنانين فلسطينيين. ويمكن هون بحكي بوجهة نظري انا كمحمد مش كذلك الفنون، لانه احنا اشتغلنا تحت الثيمة وعشان هيك اخترنا فنانين فلسطينيين، فما بقى انا اذكر على دارة الفنون بقول علي محمد، وعشان هيك كانت الفكرة. هذا مختصر. ما انا بس بقول شغلة يعني شغل رائع يعني، ممكن اخذ الثيمة يعني احنا كمان يعني رأيي وهذا الشيء كثير كان يعني انه باحد النقاط دائما ركز عليها في قلندي الدولي، انه استخدام هذا البحر اللي هو كمان وعي لشو هذا البحر المتوسط ازمته الانسانيه والسياسيه اللي عم بحملها بهذا الوقت. يعني هو البحر مش بس هذا الحلم، وانما كمان هي المأساة. ويعني ممكن هون شغل رابط يعني طلع من البحر الفلسطيني صار للبحر الإشكالي هذا اللي عم تطفي جثث أو في اللاجئين فيعني أنا هون بعرف سوى جواب هيك على جواب فبدك تقوله؟ خلاص يعني أنا بالنسبة لي السؤال هو سؤالك استفسارك بمحله، لأنه القضية الفلسطينية والبحر
فلسطيني هو جغرافيا شاسعة هي كونية، هي مشكلة كونية وليست مشكلة فلسطينية. وهذا البحر لي، البحر المتوسط هو بحر لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، العراق، كل هذه البلدان هو البحر لهم أكيد. لكن أعتقد أنه دارة الفنون أثرت على فنانين لهم أصول، يعني أجدادهم وأبائهم ممكن يكونوا مولودين بفلسطين ولمسين ملح بحر فلسطين. لذلك هو تتبع السلالة، سلالة الهجرات من الجد للأب للابن، فممكن يكون هذا الشيء. بالنسبة لأنه أثناء العمل على هذا المعرض أو على هذه الأعمال الفنية أنه مؤلم حزين ولا مفرح، هو فعلا يعني مشاعر ملتبسة. لأنه وأنت يعني أنا بالنسبة أنا بحكي بشكل شخصي، وأنا أشتغل الأعمال الفنية قبل 4 أشهر وأنا أفكر بالكونسبت، كان كنا نطلع على الخرائط الفلسطينية وعلى المدن الفلسطينية وكذا، كان في ألم فعلا. لكن خطوة بخطوة، وكانت خطواتي تمتد كل ما توصل لمرحلة حتى لمست رمل حيفا وعكا، كانت في متعة وكان أشبه إلى الحلم. فهو حلم سرمدي لكنه جميل ومثور للفنان لكي يضع أماكن أخرى بعمله الفني. طيب إذا في آخر مداخلة أو تعليق ممكن من الجمهور أو ممكن نختم. تعالوا زوروا الأعمال برام الله. هاي مشكلة أحد أتوقع أحد المعارضة اللي كانوا بشهر الناس. طيب بهيك بننهي المعرض موجود لآخر الشهر أو حتى آخر شهر في مقر مؤسسة خالد شمال. وأهلا وسهلا فيكم، شكرا للحضور.